لسه مكملين معاكم في الكتالوج، وموضوعنا النهاردة موضوع مهم ويمكن بنبقى عايزين نتكلم فيه، ودايما بتلاقيه نصايح من ناس اكبر منك ومن ناس شغالين بقالهم كتير، الفلوس وازاي تحوش، وخصوصا للشباب عامة، ويا ابني وشيل فلوس على جنب وحوش والحاجات دي كلها. وفي ناس كتير ما بتعرفش تعمل ده، وفي ناس كتير بتتصرف في الفلوس بشكل مش دايما بيكون سليم. فهنعرف النهاردة بقى نعمل ايه، نتصرف ازاي، نستثمر ازاي، نحوش ازاي. معانا دكتور شريف سعيد، خبير الاستثمار وتطوير الاعمال. ازيك يا دكتور؟ اهلا بيك. ايه الاخبار؟ والله كله تمام. يعني موضوع النهارده يا دكتور، يعني ناس كتير فعلا بتعاني منه، الميزانيه عامه. هتلاقي دايما السؤال او الحاجه المعتاده، الميزانيه مخربه، انا مديون، انا ما اعرفش، الفلوس ما فيهاش بركه، بتيجي من هنا تروح من هنا، الحاجات دي كلها. احنا هنمشي مع بعض في الموضوع ده، بس الاول عايز اعرف منك الفرق ما بين الشخصيه الماليه، كان قلتها قبل الفاصل، والشخصيه الماديه، لانه في ناس خلطت انه ده، طالما انا بكلمك في فلوس فانا حد مادي بقى، وحد وهي بقى عايز تدخل على طمع والحاجات دي. فازاي فرق بين الشخصيه الماليه والشخصيه الماديه؟ تمام. هو طبعا في فرق كبير جدا ما بين ان انا اكون شخص مادي بمفهوم الناس والشخص المادي بمفهوم اقتصادي. حلو. والشخصيه الماليه بمفهوم الناس، والشخصيه الماليه بمفهوم الاقتصادي. الناس دايما بتشوف ان الشخص المادي هو شخص عنده مشكلة، شخص انتهازي عايز يحقق مصلحته فقط، شخص أناني جدا، وده مفهوم غلط عن الشخص المادي. بشكل بسيط كده، مين هو الشخص المادي؟ هو شخص بيقدر يحول أي فكرة لمكسب. حلو. فبالتالي أي فكرة هي شيء غير ملموس، فأنا بقدر أحوله لشيء ملموس أحقق منه مكسب. زي اللي عنده فكرة العجلة وصنع العجلة نفسها، هو عنده فكرة وبالتالي قدر يصنع منتج، فقدر ان هو يكسب فلوس. ده الشخص المادي. مش الشخص الانتهازي اللي هو عايز ياخد فلوس مش حقه. احنا طول الوقت بنحاول ان احنا نخلي الاشخاص تمتلك عقلية مادية. لما تمتلك عقلية مادية تقدر تحسب كويس جدا المصلحة والعائد بتاعك هيكون فين، وبالتالي هتقدر تعرف فين تصرف وفين تستثمر، وكل جنيه بيمثل ايه. يعني احنا دايما نقول ايه، الناس ما بتعرفش قيمة الفلوس. صح. يقول لك انا معايا 200 جنيه لو اتفكت طارق خلاص. ليه؟ انا معايا 10 جنيه يجيبوا ايه؟ انا معايا 1000 جنيه يعملوا ايه في الزمن ده؟ فهو ما عندوش قيمه لاي مبلغ سواء كان كبير او صغير. المشكله مش في الحجم بتاع المبلغ، المشكله ان هو ما عندوش العقليه الماديه اصلا. لانه مش قادر يستوعب او يوصل الرقم ده يقدر يتحول ماديا يبقى كام. اوكي. طيب احنا بالكلام عن الشخصيات الماليه او الماديه، واحنا يعني قبل البريك كده واحنا بنسيرش لقينا انه في شخصيات استثماريه ادخاريه مش عارف ايه، في فرق بين الستات والرجاله؟ يعني انا الصرف من الست، لانه دايما ايه بيبقى في معلومه كده مغلوطه انه مثلا الستات مصرفه قوي وبتصرف في حاجات ملهاش لازمه ومش عارف ايه، والراجل هو اللي بيعرف يروح الفلوس فين والحاجات دي. هل بيبقى في فرق بين الراجل والست، ولا الشخصيات دي موجوده عامه؟ اختلاف النوع ما فيش مشكله؟ لا طبعا في اختلاف كبير جدا. يعني انا عايز اقول لك الاقتصاد العالمي قائم على المراه فعلا. يعني من غير المراه احنا ممكن نقابل مشاكل اقتصاديه كبيره جدا. أوكي. طبعا الفرق هو الانسان في المطلق كائن حسي غير منطقي. فكلنا كبشر في العموم بنتفق على ان احنا بنميل لتلبيه رغباتنا. حلو. حتى لو جينا على نفسنا بشكل منطقي. تمام. المرأة عندها الدوافع الخاصة بالمشاعر أعلى من الرجل. تمام. وبالتالي قرارها في الشراء بيكون أسرع من الرجل. كمان المرأة بتشتري مش لازم يكون عندها سبب منطقي للشراء. ممكن تكون حست ان ده هيكون كويس، ده هيليق عليها. ده ممكن هيبقى ماتشنج مع حاجة موجودة عندها. فبالتالي بتاخد قرار الشراء. الراجل ما عندوش الاندفاع ده. فالراجل بالتالي بيشتري احتياجات، وانا محتاج ده دلوقتي بشتريه. مش محتاجه دلوقتي، لا ممكن اجله لما احتاجه. فبالتالي في فرق كبير جدا ما بين عقلية الراجل المالية وعقلية بس كده عقلية الراجل احسن. لا مش احسن. انه هو يعني ما حسيته متأني شوية كده في الحاجات، مش مندفعين زينا. لا بص، هي مش احسن، لان الاقتصاد ليه جوانب متعددة. يعني الجانب اللي بيشيل فلوس هو هيشيلها ليه؟ ما هيجي وقت يصرفها. صح. والجانب اللي بيصرف اسرع اوريدي هيجي وقت ويجمد الفلوس تاني. فاللي بيصرف من جانب
بشكل او باخر بتعود على الجانب اللي ما بيصرفش. اوكي. يعني لو نفترض ان المرأة قراراتها اسرع في الشراء فبالتالي ده بيحرك السوق، السوق اللي هو بيكسب الشركات، الشركات اللي هي بتعين الرجالة. أوكي. فبالتالي بتديهم المرتب بتاعها، هي سايكل بالظبط. ما نقدرش نقول مين احسن ومين اسوأ، ان الاتنين بيكملوا بعض في نفس الدايرة الاقتصادية. حلو.